السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الطالب مهدي النفاعي. سأتحدث اليوم عن نوع من أنواع الفطريات، وهي الفطريات البيضية. الفطريات البيضية تعيش مترممة في الماء وبعضها في التربة، وبعض أنواعها يعيش متطفلا على النباتات مسببة لها الكثير من الأمراض. الفطريات البيضية: 1. الغزل الفطري خالي من الجدر المستعرضة مدمج خلوي. 2. جدرها الخلوية تحتوي على مادة السليلوز. الفطريات البيضية تتكاثر بتكاثر الجنسي بواسطة أعضاء أنثوية بداخلها بويضات وهي الأجونات، ولها أيضا أعضاء جنسية ذكرية وهي الإنثريدات، وهي تقوم بتكوين الأنسجة الذكورية التي تخصب بويضات لتنتج منها اللاقحة.